إذن مناقشة التحذيرات الدولية من انكماش الاقتصاد العراقي وأثر تراجع إنتاج النفط وتصديره، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الباحث في مجال الطاقة الأستاذ دريد عبد الله. مرحبا بك معنا. أهلا مرحبا. إذن كما لاحظنا وتابعنا في التقرير، مؤسسة فيتش توقعت أن تتراجع الإيرادات الحكومية والنفط إلى نحو 34% وطبعا هذا العام، وهذا سببه تراجع الإنتاج وزيادة النفقات من جهة أخرى. كيف يمكن قراءة الوضع؟ حقيقة التخمة في الإنتاج الذي غلب على أسواق النفط بعد الاستقرار في يعني بعد استقرار الأسعار خلال السنتين السابقتين أدى إلى هذه التخمة، وبالتالي بالإضافة إلى أنه كذلك مشكلة الاستهلاك والطلب العالمي كان محدود ومستقر، فبالتالي بدأت الأسعار خلال هذه السنة وخصوصا في الشهرين الثالث والرابع والآن بالطبع بالانخفاض. هذا أدى إلى تأثر اقتصاديات أو واردات الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط أو الواردات النفطية، ومنها العراق والكويت. أعتقد أنه هذه السنة والسنة المقبلة سيكون هناك انخفاض أكثر، لكن بشكل متدرج، وهذا سيضر كذلك بالاقتصاد العراقي. ما الأسباب وراء ذلك؟ هو هذا طبيعة أسواق النفط، وهذه طبيعة أسواق النفط، هذا هي من الممكن أنه تتحمل ارتفاعات لكن بشكل مؤقت. أما الانخفاضات أو الاستقرار فيحتاج لها سعر مناسب، السعر المناسب هو غير مناسب للعراق. طيب، عند نظر إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى نحو 15% كما قالت مؤسسة فيتش، وبسبب طبعا الحرب في أوكرانيا وأسباب كثيرة، لماذا تقدم الحكومة باعتقادك خصومات وأسعار تفضيلية رغم هذا الانخفاض؟ هل هذه سياسة صحيحة؟ 70% من صادرات العراق تذهب مباشرة إلى أسواقهم في آسيا من صادرات العراق من النفط، وبالتالي السوق الآسيوية خلال السنتين السابقتين حرفيا هو سوق نطلق عليه سوق الموت، بمعنى من يريد أن يأخذ الحصة الأكبر فيها يجب أن يعطي تخفيضات عالية. العراق لديه الصين والهند وهما الأكبر استهلاكا لنفط، فبالتالي خلال السنتين الماضيتين وصلت التخفيضات إلى نسب قد تصل إلى 25%. الآن الروس والعراقيون وكذلك المصدرون الرئيسيون لآسيا وكذلك الإماراتيون والسعوديون هناك تخفيضات قد تصل إلى ما بين 8 إلى 10% من سعر برميل النفط، وهذا هو طبيعي كون أنه المنافسة في تلك المناطق على أشدها. هذه هي المشكلة الرئيسية. نعم. طيب، هل هناك أثر للخلافات السياسية خلال الفترة الماضية على تدفقات الخام من كردستان العراق إلى ميناء جهان التركي وبالتالي يؤثر على إيرادات الدولة؟ بالطبع توقف الإنتاج هو جاء بسبب تلك الخلافات ودخول العراق في معركة قضائية مع دول مثل تركيا، وبالتالي توقفها وعدم تشغيلها مرة ثانية لحد اليوم يبين عمق هذه الخلافات. يجب على العراق الآن توحيد خلافاته خصوصا السياسية باتجاه الآخرين وخصوصا تركيا على الأقل، حتى يمكن لنفط في داخل أنبوب العراق جيهان أن يتحرك أو يشتغل مرة ثانية. نعم.
هذا العجز الكبير في الموازنة سيطيح باقتصاد العراق واستقراره الهش أساساً، هكذا تقول المؤسسات الدولية المالية. إلى أي حد يمكن أن يحتمل الاقتصاد العراقي الهش كل هذه المخاطر؟ كما قلت اقتصاد العراق هش، يحتاج إلى النفط ووارداته بشكل مستمر حتى يعيش، وهذا خطر فعلا على اقتصاده. نحن نتكلم عن سنة 2024 ستشهد كما ذكرنا انخفاضا في الأسعار، هذا يقابله كذلك تضخم طبيعي في أسعار المواد. أعتقد أنه هذا راح يأثر بالسلب مثل ما ذكرت التقارير على الاقتصاد العراقي. مشكلة الاقتصاد العراقي الريعية هي مشكلة دائمة، لم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ 2003 لحد اليوم من حلها أو إيجاد حتى حلول حلول إلها، بينما هي الحلول واضحة جدا أمام. نعم، ما هي الحلول؟ يعني معهد واشنطن للدراسات قال إنه قطاع النفط بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات لتعظيم عوائده للشعب، ومع ذلك لا يلاحظ أن هناك ثمة إصلاحات تقوم بها الحكومة والجهات المعنية. خلال 20 سنة الأخيرة البنك الدولي ذكر أكثر من 37 مرة إنه يجب تقليل النفقات الحكومية. يجب تقليل النفقات الحكومية، يجب أن تسحب الدولة يدها تدريجيا عن الدعم الفاشل الذي تدعم به الوقود أو الخدمات الأخرى. هذا يجعل الخسائر في واردات العراق من الأموال عالية جدا، بحيث العراق خلال فترة الأربعة أشهر الأخيرة أعتقد استدان بما لا يقل عن 5 مليار دولار خلال هذه الفترة. لكن يبدو واضح أنه حكومة السودان غير قادرة على خفض الإنفاق خوفا من اضطراب اجتماعي، هل هذا مبرر يعني معقول منطقي؟ يعني الاثنين مر. مشكلة الحكومات منذ 2003 لحد اليوم إن المصيبتين أحلاهما مر. نعم. وأعتقد إنه تحتاج الحكومة مصارحة الشعب في الوضع الاقتصادي ومستوى الديون في للعراق، حتى من الممكن إنه الشعب من الممكن له أن يأخذ فكرة عن الواقع الحالي. أما التحرك باتجاه أو الهروب إلى الأمام من خلال الاستدانة سنويا أو الاستدانة الشهرية باستمرار ويعني وتحريك الاقتصاد بشكل بطيء وكذلك إقامة بعض المشاريع البسيطة، أعتقد أنه هذا ما راح يحل المشكلة، هذا فقط تأخير. ما الذي يمكن أن يساهم في حل المشكلة أستاذ دريد؟ مثل ما قلت مشكلتهم يجب أن تكون مصارحة وفعلا حلول ناجعة لتلك المشاكل الاقتصادية العويصة. إذا استمرينا بفكرة أنه نحن دولة اشتراكية ويجب على الدولة أن تقوم بدعم كل شيء بلا أموال أو بلا أموال لديها، أعتقد إحنا راح سنصل إلى مرحلة الإفلاس. وهل هذه المخاطر يعني الدولة قادرة على تحملها وعلى الوصول إلى هذه المرحلة؟ إن أرادت الاستمرار في عملها كدولة يجب أن تصارح الناس، وكذلك يجب أن تبدأ من الآن في تلك الحلول الناجعة، وإلا المشكلة قريبة. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ دريد عبد الله، كنت معنا في هذه القضية.